كريستال صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. يعني بس وصلت قلت لي كريستال حطيت الاصبع على الجرح، لانه عندنا ذنوب قاتله تجاه الاكل، ودائما بس انه ناكل هيك شويه بنصير نحس يا الله بلش ضميرنا يدق وقلنا ما بقى تاكله، واوقات عن جد ما فينا نعمل سيطره على الزيت حتى لو بدنا ندوق قطعه صغيره. اول شيء يعني خلينا نبلش بموضوعنا، كيف بنخفف ذنوبنا تجاه الاكل وتجاه شو طالع على بالنا؟ صح، هيدا الفيلينج اللي نحن بنحسه لما منزعبير اللي كتار من الأشخاص بحسوه. في كذا شغلة لازم نشتغلها، مش من نهار للتاني رح يروح للأسف. هيدا إذا بدك في كولتشر عنا معينة، لما نحن بنعمل دايت منكون عم نتبع دايت كتير ستريكت، هيدا هي المشكلة. منبلش بدايت ستريكت وهون منزعبير، ولما نزعبير بيجي هيدا الفيلينج تبع الجلد، منعصب من حالنا، نقرف من حالنا، مرات منزعل من حالنا، وخلص كأنه خلصت الدنيا وبيوقف الدايت. وكذا شغلة لازم نشتغلها حتى تزبط هالفكرة اللي إذا بدك اللي انرسخت ببالنا أنه نحن ما نزعبر. خلص هيدا الفيلينج دغري بيجي تلقائيا، بدنا نشتغل عليه شوي شوي حتى يروح. للأسف مش من نهار للتاني. يعني قد ما نقول نحن البيشنت خلص ما تحس حالك جيلتي، حتى لو أكلت شقفة بيتزا رجع كمل تاني نهار، مش من نهار للتاني بتزبط. كريستال شو بدنا نعمل أول سؤال لنوقف هذا الشعور؟ يعني أنا مثلا افترضي أنا ماشي برجيم أليمونتير معين ومقلعة فيه يا لطيف، بس ما بقعد فيه بضعف قدام شيء معين. طيب أنا بزعل من حالي أنه ما عم فيي وقف حالي عن تناول شيء معين، هذا الشعور كيف فينا نوقفه؟ كيف لازم أنا إلا لحالي ليكي بليز بدك تروقي شوية يا حالي يا نفسي، ما بقى تطلبي أشياء؟ إيه صح. أول شغلة بدنا ناكل من هالشغلة اللي نحن بالنسبة لإلنا ما لازم ناكل منها. يعني إذا كل مرة بناكل شقفة صغيرة من الكيك مرة على مرة على مرة بصير يخف شوي هيدا الشعور بالجلد. مش مثل لما انت بتحرمي حالك كل الوقت وبتجي بتاكلي مرة هيدا الجاتو او شقفة الجاتو، رح نقول لانه مرات على شقفة نحن بنحس بهالجلد فيلينج والذنب، رح نحس انه في شيء مش طبيعي. صار لي مثلا شهرين ماشي مزبوط اكلت هيدي شقفة الكيك، راح كل شيء. أنا بالعكس إذا كل جمعة قطعت شغلة نحن حابينه، شقفة بيتزا، باستا أو جاتو، ما بيعود هالفيلينج. خلص قد ما كل مرة بيجي سريع بيجي وبروح، بيجي وبروح، غير ما إنه نحن نحرم حالنا على فترة وبنرجع ناكل الشيء اللي ما بنحبه. يعني أول شغلة لازم ناكل من الشيء اللي نحن مش مفروض ناكل منه بالنسبة لإلنا، مش مفروض. إيه بس في شيء مفروض. إيه بس قد إيه لازم ناكل؟ يعني بس يطلع على بالنا ناكل بنترك حالنا يلا ناكل، ولا البورسيون لازم تكون صغيرة ومدروسة لما عن جد ينفكس الدايت؟ هلا أنا اللي بقوله إنه هالشخص اللي بحس عادة بالذنب ياكل شقفة إذا بدك معتدلة، لأنه عندك غير أشخاص اللي نحن أصلا مش عم نحكي عنهم اللي هن بياكلوا شغلة ما بحسوا بالذنب بيجوا تاني نهار وتالت نهار ورابع نهار. لا، نحن من شريحة الأشخاص اللي عم نحكي عنهم هن اللي بحسوا حالهم جلتي، فالشقفة لا لازم تكون كتير صغيرة وإلا ما رح يعني ما رح تخليهم ينبسطوا، ولا لازم تكون كبيرة وإلا الجلت فيلينج رح يكون كتير كبير. لازم تكون شقفة معتدلة مثل ما عم تقولي حتى نقدر نسيطر على شو هيدا الفيلينج اللي بده يجي من بعده، لأنه هي دغري بتجي الكيك وبعدين في جمل منقولها لحالنا من بعدها. هلا بدنا نسألك كيف بنتعاطى مع حالنا، كيف بنتعامل مع حالنا؟ بس خلينا اول شيء نفسر لكل اصدقائنا المشاهدين، هل مزبوط انا اذا فكست الرجيم تبعي بقطعه صغيره بيكون انفكس الدايت كله، ولا لا انا بعتبر حالي انه لا بعدني ماشي بهالدايت مثل ما كنت ماشي وما بحرم حالي؟ هيدي اهم نقطه، انه انا اذا بالنسبه لإلي لما دقت شيء ما لازم دوقه او منه كان بالدايت رح يروح الدايت وخلص ما بقى في شيء ظابط، يعني انفكس الدايت وانصحت من وراها. هيدي النقطة الخاطئة اللي نحن لازم نقتنع انه منا مزبوطة. يعني مش شغلة وحدة رح تنصحنا ومش شغلة وحدة رح تضعفنا. أنا إذا بقولكم هتا ناكل جزر لما بدنا نلقمي الشيء، مش منقولها؟ كثير منقولها. طب رح أعطيكي مثل كيف ما بتزبط هيدي الجزرة لما نكون بسيتياسيون معينة. نحن رايحين عنا عشاء بعد ثلاث ساعات وجعنا، ناكل جزر إنه هيدا الجزر هلسي،
بس مش مزبوط، لانه هلا الجزرتين ما رح يهدوا لي جوعي انا لبعد 3 ساعات تيجي العشاء. صح. سو انا بالعكس بهيك حاله بحط توست، بحط لبنه عليها مع خياره او بندوره تاشبع تما اوصل على العشاء ميت من الجوع واكل من كل شيء وما عاد سيطر على حالي. فبهالحاله نحن بطل انه الجزر انه ايه هيلثي وما بينصح ومشي حاله، لا يعني عن جد لما بنعطي نصايح مرات يعني بنجرب نعطي نصايح بتمشي للكل، بس مرات في حالات لازم نكون عم ننظر للشغلات بشكل مختلف حتى تتماشى معنا. فما في شيء بنصحنا وبضعفنا، هي شو نحن عم ناكل ككل. سو انا بنصح الاشخاص اللي عندهم هالجلت فيلينج انه يمشوا بدايت مودريت. يعني ما لازم نحن نكون عم نمشي بدايت كثير ستريكت، هيدا الدايت ستريكت لغير اشخاص. فينا نمشي غير اشخاص على دايت ستريكت وبيمشي معهم وصدقيني كثير بيمشي منيح، يعني مش انه دائما ني ستريكت ما بيسوى. ايه لا. بس هون بدنا نتفق انه الزعبره بدها تكون صغيره مش نفلتها، انه صح. مثلا اوكي يلا اليوم اكلت 2 بيتزا ما عليه مرق، بكره ما عليه 2 ما بيمرقوا، ما امبارح مرق، اذا بدنا نفكر بهالطريقه ما بيمرقوا شيء. لا بدنا نرجع نكسب وزن. مزبوط، بس نحن عادة هيدول الأشخاص ما بيعملوها كذا مرة، يعني أنت هون بحالة حرمان أكثر، هيدا الشخص الأوعى وما بيسوى ورح أنصح وعم بيحسب الكالوريز وإيه يعني آخر شيء عم بي يعني مضيق على حاله كثير لدرجة إنه هو بيسمح لحاله أنجأ مرة ومن بعد هالمرة كارثة من بعدها. فهيدا الشخص ما لازم يفوت بستريكت دايت، بده يكون شوية من كل شيء مودريت، أوكي فيه يخفف الكاربز عشية، يعني ما فيك كثير تأسي لأنه بفوت بالحيط ما بيقولوا. طيب كريستال صارت القصة واكلنا وحسينا حالنا جيلتي وانقهرنا وزعلنا، طيب انا هلا كيف بدي احكي مع حالي؟ انا بطمن حالي انه ما عليه بكره يوم جديد بدنا نرجع نبلش من اول وجديد، ولا بقول يا الله ليك شو عملت؟ طيب انا خفقت، خليني خفق لي جمعه بركي ما بيقعد يطلع عبالي هالشيء. انا كيف لازم اتعامل مع حالي؟ مثل ما قلت كل يوم هو يوم جديد. يعني اذا نحن اليوم زعبرنا وحكينا حالنا كل هيدول النيجاتيف، إذا بدك الجمل الكتير سلبية لحالنا، نقول إنه خلص بكرة نهار جديد برجع ببلش عن جديد. يعني أنا أوكي زعبرت شوية بس منا آخر العالم، يعني نحنا عنا جمل أصلاً دغري بتجي هيك من بعد ما نزعبر، أنا ما بيزبط معي شيء، أنا لشو خرجت دايت، أنا رح أنصح، مفكرين إنه نحنا لحالنا منحس بهالشعور. وهو يعني بس إذا بتسمعوا كم شخص بيحكي مع حاله بهالطريقة بصير نقول آه يعني إنه هذا الشيء مش هالقد غريب، مني هالقد إنه أنا ما بسوى ومش ظابط شيء كلنا مثل بعضنا. كثير من الأشخاص بيحكوا مع حالهم هيدول الجمل النيجاتيف، فهون نحن شو بنحكي مع حالنا بوزيتيفلي؟ شو دماغنا بصير يحفظ البوزيتيف؟ نحن شو بنحكي بيزبط بيصير. هي نقطة كثير مهمة، نحن شو منحكي بيصدق دماغنا وبيصير. يعني إذا أنا قلت له لدماغي أنه ما عليه يغفر لي إياها غلطة وبتمرق، رح يغفر لي إياها دماغي وما عاد تكررها. بس أنا قلت خلص ما هو أصلا مش ضابط معي شيء، رح ضل أكل وخفق. إيه ساعتها رح ضل أكل وخفق وكل يوم بحس حالي قلتي قلتي ومش الحال. صح. مش هيك نحن عن جد هلأ مهم أنه نوقف هيدا إذا بدك الدائرة الفارغة اللي منفوت فيها نحن، ومن وراها بيوقف مرات الدايت. يعني يا ما واحد بيمشي مزبوط شهر شهرين وبكون عم يضعف، بيجي بخبص مرة مرة واحدة بفوت بالجلت فيلينج وراح الدايت، يعني راحوا ال5 كيلو اللي نزلون. يعني عن جد قد ايه هالنقطة مهمة، لأنه قد ما تعلمي شو لازم ياكل للشخص وقد ما يعد كالوري ويعرف شو في بكل شغلة كاربس بروتين وفات بتشوفيه خلص صار نص دايتشن، عرفتي انه بصير كثير بيفهم ايه بالموضوع لأنه عم كل يوم عم بيتابعوا. بس شو اللي موقفه؟ تفكيره، الكلام اللي بيقول لحاله، وكل هالنقطة اللي نحن مرات بنقطع من حدها وما بنوقف، لا بدنا نوقف. يعني مرات السيشن تبع يعني لما بنعمل فولو اب ما بتكون عن الاكل وكم كالوري، بتكون عن نحن شو حسينا وقد ايه حملنا حالنا ذنب وشو عملنا من بعدها، كملنا بالتخبيص ولا رحنا قصصنا حالنا وعملنا 3 ساعات سبار، لانه هي بعد ما حكينا عنها. يعني الواحد بصير يفش خلقه ب او ياكل زياده او خلص يحرم حاله عن الاكل، يعني بنفوت بننام بلا اكل وبنوع تاني نهار ما بنتروق.
بس في الواحد ينام بلا اكل بيخفى اذا جيعان ومعدته عم بتموته من الجوع؟ هلا في فوت هيك وفي جوع مرات بيعملها. قد ما قلت قوي بيعملها وتاني نهار ما بياكل عن جد. مرات الاشخاص بتفوت بستريكت دايت بستريكت تفكير والسبار ما حكينا عنه قد ايه فشيت الخلق بتصير. هلا هون في شغله كمان، في ناس كريستال بياكلوا بيروحوا بيعملوا سبور، بياكلوا بيروحوا يعملوا سبور على قصه انه انا ماني رح احس حالي قلتي لانه انا عم بروح قيم كل الكالوريز اللي اخذتهم بسبور. الى اي حد هيدي الطريقه صحيحه؟ واذا بلغت بسبور يعني في منهم فعلا هيك غدا بعد ساعه سبور، عشاء بعد ساعه سبور، بيقوموا الصبح بيعملوا سبور، هيدي المبالغه بسبور هل هي صحيه؟ للاسف شو ما نحن نعمل سبور، مش حقول شو ما عملنا، بس انه اذا انا رحت مشيت ساعه ما بتحرق الكيك اللي هو 500 كالوري، يعني مرات ما بتحرق هيدي الساعة ماشي وبتتعبينا وبتمشينا وما بتحرق قطعة كيك؟ للأسف عن جد لا، لأنه إذا بتحطوا في منهم عندهم مثلا الساعات اللي بتعد كالوري، أو مرات لما بنطلع على تريدميل إذا عن جد دخلنا عمرنا وطولنا وإنه نحن مثلا إذا رجال أو مرة بنقرا 60 كالوري 100 كالوري، يعني مرات اذا ما دخلنا المعلومات عن حالنا بنقرا 300 نحن بننبسط انه انا اكلت شوكولا قريت عليه 300 طلعت على التريدميل روحت 300 خلصت القصه. لا مش مزبوط، اذا نحن مره مش كتير طويله ومش كتير عندها وزن زايد مش رح تحرق اكثر من 100 كالوري على المشية الساعه، يعني عم تحكي بارقام كثير صغيره مش مثل ما نحن بنتخيل. هون اذا مشينا مشي سريع ولا عادي ولا ما بتفرق؟ سريع وشوي عادي، يعني مش رح تتعدى 300 كالوري لو شو، يعني بدك تركضي وتعملي سبرنت وتروحي وتجي وتوقفي وتروحي وتجي وتعملي شويه اكزرسيسات توصلي لل 300. سو لا السبار مش حتى يخبي لنا القصص اللي عملناها. دايما بقول لهم هي 70% دايت شو بناكل و30% سبار، لانه ياما بتشوفي اشخاص من على بكره العشيه بالجيم بيقتلوا حالهم وما بيقدروا يضعفوا، ليه؟ لانه بدنا نشوف شو عم بياكلوا، يعني ما فيك انت تخبصي كل النهار وتفكري انه هيدا السبار رح يجي ويشيل لك كل شيء، هيدا ما عم نحكي عن الاشخاص اللي بيلبسوا الشيء كثير سميك حتى يعرق او انه بالسبار رح يصرفوا كالوريز اكثر، لا عم ناذي حالنا هون. سو لا بدنا نعمل كتير سبار لأنه بالنهاية رح نتعب، وشو رح نعمل من بعدها؟ رح ناكل. ايه قد ما تعب بده يوصل على البيت جيعان بده ياكل. صح، ما عملنا شيء. سو ليك كل شيء بنعمله اوفر وكل شيء بدنا نخبي شيء، لا انا باكل شغله، يعني انا لازم احكي مع حالي وقول انه انا بدي اكل هيدي الشغله طالع عبالي اكل منها ما نكتر منها، ومش بدي اروح اعمل 5 ساعات سبار من بعدها تخبي العيب اللي انا عملته. يعني قد ايه بنحكي مع حالنا وبنجبر حالنا نعمل قصص، يعني لازم نكون شوي اكثر قول بالموضوع. معلش انه اذا قطعنا شيء انه مش نهايه الدنيا، بس هيدي طريقه الحكي مع الزيت شو مهمه. وهلا بدي ارجع علي معك كريستال، انا مثل كاني عم بكذب على حالي بس بدي صدق حالي لما ارجع فوت بهذا المهوار يلي ممكن هالسبعه كيلو لقمتهم ارجع ردهم، فخليني اتابع انا وياك. نحن هلا اكلنا وحسينا بهذا الشعور، انا بس اكلت وحسيت بهذا الشعور شو لازم اقول لحالي؟ اللي قلتيه كثير حلو، مزبوط. انه منكذب حالنا تنصدق حالنا، اول فتره هيك بدنا نعمل، لانه نحن معودين نحكي حالنا انه لا راح الدايت وراح، خلينا نكذب على حالنا ونقول لا ما راح الدايت حتى لو مش مصدقين، لا ما في شيء، لا مش راح اخذ كيلو، لا راح ثاني نهار يمشي حالي، حتى اخر شيء صدق انه عن جد هو مش اذا شغله وحده عملتها راح، ما هي الاكيوميلاسيون تبع كل القصص اللي بنعملها كل الاسبوع، اوكي بنرجع بناخذ كيلو او بنضعف كيلو. بس مش انه شغله وحده على وجبه وحده، يعني انت ليكي كم على وجبات عندك؟ 3 وعندك 2 سناك، 5 وجبات لتسيب بالنهار، طب 5 ب7 عندك كل هدول الوجبات، يعني انا اذا بس بوجبه وحده اكلت جاتو او نص كيك راحت كل الجمعة؟ مسافته أكيد لا، هدول الجمل بدنا نحكيهم. كريستال المرأة عندها كمان مشكلة يلي هي بين هلالين، مش مشكلة بس عم بقلك إنه مشكلة العادة الشهرية يلي عن جد بتحس فيها إنها قلتي كتير، لأنه هرموناتها هني عم بيفرضوا عليها تطلب مأكولات تطلب كتير أكل تجوع دايما ما تحس بالشبع، ويمكن بيصير يجي على بالها أكل بحياتها، مثلا إذا ما بتحب السكر بيصير يطلع بالها سكر، إذا ما بتحب المالح بتصير تاكل مالح. طيب بدي أعرف منك نقطتين، بهيدي الفترة بنرجع منرد كل شيء نزلناه، ثاني شيء
كيف بدي اتعامل مع حالي لما انا مش بايدي، اذا جسمي طلب هالقد اكل مش بايدي، شو في اعمل؟ بحكي وبكذب على حالي وكذا، ما في مجال هون، شو بدي اعمل؟ وهل بترجعي بتنزليهم بس تجراك؟ هلا اهم شيء نعرف انه نحن مرات كمان بنعود حالنا انه خلص هلا بدها تجي البيريد، يعني انا بدي انزل بالبر. لا لا، مش قصه عادي، مرات مرات بنفوت بهيدي انه هلا انا عم باكل، مرات بتكذبي على حالك بتقولي عم باكل كثير لانه رح تجي البيريد واصلا ما بتجي مثلا، عرفتي؟ بتكون انت بس كنت عم بتجربي. عم بستغني من الفرصه بكل جمعتين البراد بس ايه انا لانه في راج. صح، عم نحكي هلا عن اشخاص لا عن جد اللي بيطلع بينهم، لانه ما رح نكذب على حالنا، في الهرمونز لما بيتغيروا بجسمنا بغيروا لنا قد ايه نحن طالع بالنا ناكل حلو ولا لا. سو اتس ترو شو عم نحس، اوكي؟ لا مش انه عم نستخف باللي عم نحس فيه، لا هو مزبوط، ولكن بدنا نجرب اذا بدك نتمالكه، ما يروح من ايدنا، لانه اخر شيء ممكن بعد هالثلاث اربع ايام نكون نسحنا من ورا. هلا اكيد نحن بنعبي مي، منشان هيك بدنا ننتبه انه نشرب مي اكثر ونخفف ملح. اي قد ايه بنعبي مي؟ يعني انا اذا بدي اشرب اشخاص نص كيلو، اشخاص كيلو ونص، كل واحد فيه يعرف كيف بزين حاله قبل البيريود وبزين حاله خلال البيريود ومن بعد البيريود. من هيدا الشيء بيقدر يعرف، في منهم يعني عن جد بياخذوا وزن بس بيرجع بيروح، في منهم من ورا الاكل رح ياخذوا وزن، فننتبه هل عم نعمل ووتر ريتنشن، عم نحبس المي من ورا الملح اللي اخذناه ومن ورا بس البيريود لانه بدها تجي، ولا لا من ورا الاكل اللي اكلناه. طيب يلي بتاخذ وزن وبيرجع بيروح، يس، هون شو بيكون صاير؟ هيدا بيكون عملت احتباس للمي، وهذا شيء كثير انه نورمال طبيعي طبيعي، مره بالشهر بدنا نقطع بثلاث اربع ايام بنحس نفخنا، خاصه على منطقه البطن، للاسف شعور ثقيل، بس معلش يعني بنتعود من شهر لشهر، بنعرف هالثلاث اربع ايام مش ضروري نلبس ضيق، عرفتي؟ يعني لشو بدنا نحط حالنا بموقف نحس حالنا اكزاكتلي محرج ونتضايق من حالنا ونصير بدنا نغير حالنا؟ ما رح نتغير، ثلاث ايام بدهم يقطعوا، البسوا شوي واسع، اشربوا مي منيح، خففوا ملح لانه ما بدنا كمان تزيد هالووتر ريتنشن. صحيح، بيقطعوا هالثلاث ايام مع شقفه كيك، دو كاري شوكولا، كيسة شيبس صغير، مش هالبيج ديل. هلا على فكره في بعض السيدات يعني بحسوا بهذا الشعور الجوع المش طبيعي وبياكلوا كثير قبل الرجل، بس مثل السحر بس يصير عندهم رجل ما بيعود يطلع على بالهم الاكل. صح، وبيصيروا يعوضوا بالمي، وحتى اذا بدهم ياكلوا من الطبخه او حيالله شيء، حتى اذا كاك البديكي بورشن كثير صغير وبتشبعهم. مزبوط، هي عاده هذا الشعور بيجي قبل البيريد بيومين. كيف يعني؟ يعني هو الشعور اكثر شيء البيك اللي نحن بنلاحظه من خلال الدراسه انه هو الاكل بيجي شوي قبل البيريد، اليومين. صح، اللي قبل. صحيح، لا لما بيجي اول نهار ثاني نهار راح تلقبليه. صح، سو ننتبه نصير نراقب حالنا، انا وين اكثر نهار باكل؟ باكل باول قبل بيومين، ننتبه بس على حالنا تا يقطعوا هاليومين حتى لما تجي البيريد يمشي الحال. في بعض الاشخاص كريستال وبدك تتفاجئي بياكلوا اشياء مش طيبه، يعني ما معقول تاكليها، شيء فيه كثير مر، شيء فيه حلو بيحرق القلب ما فيك تحطيه بتمك، شيء ما ممكن تاكليه لهن يعني اي كونسيامون يصيروا ما يحبوا ابدا الاكل وينفروا منه. هيدا شيء صحي؟ ما بعرف انا اخر شيء بصير حس حالي يمكن عندي مرض انه مبعوث فيي اكل، بصير اقرف من شيء اسمه اكل، قد ايه هيدا الشيء صحي اللي عم بيعملوه بعض النساء؟ اكيد منه صحي، واكيد بدنا نشوف كمان شو عم بياكلوا. هلا نحن بنعرف انه مرات المره الحامل في حالات عندنا بياكلوا ثلج، بياكلوا قصص ما كثير بتتاكل، صابون كذا، هدول من وراء الهرمونات اللي بتتغير ومش رح نحكي عنهم، بس عم نحكي عن نساء منا يعني مره منا حامل عندها، اذا عم نبلش نعمل افكار اذا بدك خاطئه عن الدايت وبنجبر حالنا ناكل قصص، اكيد هون بدنا نشوف بسيكولوج، لانه بطلت القصه بس دايت، صرنا عم نأذي حالنا. هلا في اشخاص بيجبروا حالهم ياكلوا قصص ما بحبوها مثل الخبز الاسمر، هيدي كثير من الاشخاص بيكونوا معودين على الخبز الابيض، يعني بنقول لهم معلش عودوا حالكم شوي على الخبز القمحه كامله فيها الياف اكثر، هون بيكون الواحد عم ياكل شيء ما بحبه بالاول، بس بعدين بيتعود وبيصير يحب. زيت الشيء مثل المعكرونة السمراء، الرز الأسمر، بنقول لهم مثلا مدجوا شوية رز أبيض مع شوية رز أسمر بتتعودوا على الفكرة. كمان زيت الشيء للمعكرونة، فهون إذا بدك معلش إذا شوي بلشنا ناكل قصص مش معودين لألا، يعني نكلة
نحن من نحن وصغار بناكل خبز ابيض مش معودين، معلي بنرجع بنعود حالنا بيمشي الحال بنصير نحبه. صراحة عن جد بنصير نحبه، بنصير نستذوق الخبز الاسمر. في كتار بيبدلوا الاسمر والابيض بخبز ساج، انا بعرف انه زيت الشيء، ولكن الخبز الساج يمكن ألين شوي على المعدة، المعدة بتهضمه اكثر، ما بعرف. الساج رقيق، انا بالنسبة لي بحس انه ما اكلت شيء، يعني بدي اكل كل الرغيف. الربطة قد ما كثير كثير رقيق الساج، فأنا بالنسبة لي أو رحت صوب شيء أبيض، يعني الساج هو منه قمحة كاملة إذا نحن عم نعمله بطحين أبيض، هو مثل الخبز الأبيض، مثل الخبزة تقريبا، الأبعة صغيرة الميلة الوحدة أبعة قد نص الساج. سو نحن حسب شو عم ناكل، هل عم ناكل الرغيف كله ولا لا؟ واكيد قد الكالوريز تبع القمحه الابعه القمحه الكامله، يعني هن نفس الكالوريز، بس اللي بيفرق انه واحد فيه الياف اكثر وبشبعنا اكثر، فما بنعود ناكل كثير، يعني بنخلص بساندويش بدل ما نخلص باثنين ساندويش. بيروحوا تسلاقي. فهون احلى انه نعمل هيدا التشويس، وما علينا نعمل افار صغير تنتعود عليه 100%. كريستال ما بعرف، وانا يعني قصد بدي اطرح هذا الموضوع طرحينه 100 مره، بس بختام لقائنا بعد النشي 4 دقائق قلب شوي، في ناس بيقولوا لك بلا هالتعب كله باخذ حبه قاطع الشهيه وخلصنا من كل هالعمليه، لا بدي احرم حالي ولا بدي احس حالي قلتي ولا بدي احكي مع حالي ولا بدي ظبط البورشونات، حبه وخلصنا. شو وقال فيها هلا حبيت معمولة من اشياء كثير طبيعية وناتورال، يعني مثل ما عم تقولي كل مرة فينا نحكي عن هذا الموضوع، بس بعده لهلا في كثير اشخاص عم بياخذوا للاسف وبيسالونا وبيجوا على الكلينيك وبيفرجوني الحبوب، يعني للاسف لو في شيء عن جد بضعف الاشخاص، يعني عن جد ما كنا خبيني عليهم، عن جد كنا بعناه بالكلينيك وربحنا منه وعطيناه للكل وكنا كلنا مبسوطين، نحن انبسطنا لانه هن ضعفوا وهن انبسطوا لانه انضعفوا، ولكن ما في شيء اخترعوه لهلا بضعف ومثل السحر. طيب هول الموجودين بالاسواق يلي الكل عم بيشترون وما بدنا نتخبى وراء اصبعنا، كثير عم بيشتروا حبوب قاطع الشهيه، صح؟ هول شو بيعملوا؟ على شو بيشتغلوا؟ في كذا انواع، في نوع في بقلبه الياف مثل الخبز القمحه الكامله بس مكترينهم، مش غلط ناخد شي فيه ألياف، مش هالقد غلط، بس انه بالنهاية مش هالقد رح نشبع وبدنا ناخده كل يوم، وبكرة بديك ما لما يوقفوا ياخدوا هالحبوب لأنه بطل معهم مصاري، لأنه كمان مكلفين، ما بدنا نحكي عن المصاري، بدنا نحكي عن الافيلابيلتي، إذا رح يضلوا بالسوق في هيك أنواع، إذا اختفى هيدا البرودكت خلص نحن منضيع وبروح الدايت ومندبرس ومنعود نعرف شو بدنا نعمل، يعني الهروب من نحن نزبط أكلنا ونعرف شو لازم ناكل ما في مهرب منه. يعني لأنه بده يوصل النهار هولي الحبوب اللي عم تاخديهم مبسوطة فيهم، يا بده يبطل فيك تشتريهم علما هلأ أنه الأسعار كتير مرتفعة، تاني شيء يمكن حتى جسمه ما يعود يتقبلون أو يتأقلم معهم. في عنا الأنواع المش منيحة اللي هي بتعلي لنا ضغطنا، بتعملنا انسومنية، يعني ما منعود ننام مزبوط، قلق، تعصيب، يعني ليه؟ يعني بالعكس انا احسن لي ابقى بالجلت فيلينغ صراحه، اكل الشغله وارجع ازعل يا الله اكلت منها من ما اكل هالحبه اللي عم تعمل لي سايد افكت 100%. وفي حبوب بتسطل، يعني في كتار انا بخبروني انه اخذت حبه القاطع الشهيه سطلت، ضليت كل النهار هيك مسطل، يعني تخيلي شو عم تعمل بالدماغ وبالجسم، صح. فبليز اذا كنتوا عم بتتابعونا مثل ما عم تقولي كريستال شو بدكم منا؟ عندنا 100 حل، كيف بتحبي تختمي؟ شو بتحبي تقولي لاصدقائنا المشاهدين بنهايه اللقاء؟ أهم شيء إنه ننتبه على أكلنا، ننبسط، الأكل بالنهاية موجود متعة. مش بس حتى نحن إنه نعيش ونتنفس، لا بدنا ننبسط، هو متعة، هو بلاجر، يعني وبفش الخلق مرات، ويعني كل شيء باعتدال بيكون كتير منيح، لنكون هون حارمين حالنا ولنكون نازلين بالأكل ومش عم نعرف نوقف كمان. 100%. كريستال بيدروسيان أختصاصية التغذية، أنا بدي أشكر حضورك وموضوعك الكتير حلو لليوم، أهلا وسهلا فيك كريستال. أصدقائنا المشاهدين نحن نروح بريك ونعود معكم مباشرة على الهواء.